بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم حيكون عليه الانسيرت تاب، وحنحاول باذن الله ان نبعثه ايميل مرفقه معه ملف وكونتاكتس زائد بزنس كارد. يعني مش بنبعثه ايميل بس، بنبعثه ايميل معه بعض المرفقات من خلال التعامل مع الانسيرت تاب. على بركه الله شباب. فخلاص عرفنا احنا نبغى ننشئ ايميل جديد او بنكون رساله جديده باش نبعثها، بنمشي ل نيو ايميل. تمام، خلاص نختاروا طبعا الايميل زي ما عارفين الاوتلوك اني فتح فيه اكثر من ايميل. الايميل اللي بنبعث به اللي هو الاي تي دوت انستراكتور، اللي من تبي تبعث مثلا بنبعته لي لفؤاد بالشكل هذا باش نقدر نتابع الايميل بتاعنا. بهي الايميل هذا يسن شنو السبجكت بتاعه؟ look into this email. كويس، email. الايميل قلنا هذا بنبعثه معاه مجموعه من المرفقات، فبنمشي للانسيرت. شباب اول حاجه ممكن نختارها من ضمن المرفقات اللي حتمشي مع الايميل اللي هي attached files. في امكانيه انك تختار من ليستا لمجموعه كبيره من الملفات عندك انت في جهازك واستخدمتهم للفتره هذه، او انك تجي لي حاجه اسمها براوز. عندك البراوز نوعين، يا اما حتبحث في نفس الجهاز، يا اما حتبحث من خلال موقع موجود في النت. يعني اذا كان عندك انت في الون درايف اكونت وعندك ملفات مخزنها عندك في الون درايف، يعني مساحه تخزينيه في الانترنت اللي هي في الكلاود بهي، والا انت مخزن الملف اللي تبي تبعته موجود عندك انت في الجهاز، او الملف موجود من ضمن الليست هذه. ما وليكن الملف هذايا ملف عباره عن ملف وورد فصل المقدمه وواجهه البرنامج، كليك اشرنا عليه خلاص حيبعث الايميل معاه مرفق ملف وورد. شباب تمام، الايميل هذايا مثلا this is my final report. اوكي شباب، باه هذا النص كتبناه لهنا. شنو نبي نرفق ثاني مع الفايل هذا يا شباب؟ ممكن نرفق حاجه اسمها انا جايني ايميل مثلا من شخص اطلع على الريبورت هذا اللي بعته له، ونبي الشخص اللي بيبعث له اللي هو فؤاد هذا اللي بنبعث له الايميل هدايا، نبي نرفق له الايميل اللي جاني. فنمشي هنا نقول له هنا اوتلوك ايتم ونختار الايميل. الايميل مثلا جايني في الانبوكس، جايني من مايكروسوفت اكاونت بالشكل هذا. اوكي، طب اصبح الايميل اللي انا بنبعته هذا حيكون من ضمن مرفقاته ايميل جايني انا من مايكروسوفت، من ضمن مرفقاته ايميل جايني، يعني مش محتويات الايميل، لا ايميل كامل جايني. فالايميل هذا حيمشي بمحتوياته بعدين حيبان عند الشخص اللي اسمه فؤاد، زائد ملف اخر اللي هو ملف وورد. وممكن شنو نضيف ثاني؟ نضيف بزنس كارد، ممكن بزنس كارد بتاع عيني او بزنس كارد بتاع شخص اخر. يعني ممكن نوقف هنا ونقول له انا بنضيف بزنس كارد، بزنس كارد خاصه بفؤاد، ولا بزنس كارد خاصه بفلان، ولا بزنس كارد كذا. انا نبي بزنس كارد خاصه بفؤاد، كليك. واضح الفكره شباب؟ وبعدها بندير عمليه ارسال. فعندي ايميل بعته من الاي تي انستراكتور الى فؤاد مصباح. الايميل هدايا طبعا سندنج وريسيف هنا لغايه ما تتم العمليه ونشوفه باذن الله. تمام، هذا الايميل اللي جاني دبل كليك عليه. هذا الايميل عندي ملف وورد، نقدر نفتح الفايل هدايا، ندير له اوبن ولا ندير بريفيو، نشوف الفايل شنو مكوناته. هذا الفايل مكوناته، تمام، هذا الفايل الاول. نقدر كذلك شباب اللي حكينا عليه انا مش رفقت معاه ايميله، كليك على الايميل. هذا الايميل اللي كان جاي لي الاي تي انستراكتور، بعت منه كانه كوبي لي فؤاد. تمام، ايضا نقدر نشوف البزنس كارد بتاعنا. هذه البزنس كارد اللي جتني من الشخص اللي اسمه فؤاد. واضحه بالله الفكره شباب؟ هذه البزنس كارد اللي ارفقها لي الشخص، هو بعث لي ايميل معاه مجموعه مرفقات. شباب هذه الاوريجنال مسج،
وهذا من العروض اللي انا شفتهم داخل المكون هذا. يعني في امكانيه يا شباب انك تبعت ايميل وفي بادي تكست زائد الايميل هذا يكون معاه مجموعه من المرفقات، ممكن يكون ملف، يكون وورد، اكسل، اي ملف، صوره، غيره، وممكن يكون اكثر من ملف شباب، مش شرط ملف واحد. تمام، المهم عندما تفوتش الكوتا ليميتيشن اللي هو المساحه المسموح لك انك تبعتها في الايميل الواحد، وتقدر تبعت من غير الملفات هذول، ما تقدر تبعت حتى ايميل، وتقدر تبعت بزنس كارد، وتقدر تبعت زي ما قلنا احنا فورمات عديده من الملفات واشياء اخرى احنا درسنا اليوم مش مخصص لها. واضح الفكره شباب؟ هذه ما هي الموضوعات الاساسيه بتاعت اليوم. استخدمنا الانسرت تاب باش بعتنا فايل، وزي ما قلنا احنا خليناها فايلز باش ممكن يكون وورد، اكسل، اي نوع من انواع الملفات، ممكن يكون كونتاكتس ولا بيانات لاشخاص، وممكن يكون بزنس كارد. تمام، ودرنا عمليه انسى بالشكل هذا شباب، نيو، وبعدين انسرت، وبعدين حددنا الخيارات اللي احنا نبو نبعتهم من ضمن المكونات اللي اشرنا عليها. واضح فكره شباب؟ نتمنى لكم التوفيق، وزي ما قلنا شباب التجريب مهم جدا 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 اللي ثبت المعلومه. شكرا، نتمنى لكم التوفيق.